بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ دلوقتي. ده أبليكيشن. الأبليكيشن ده في مايكرو كنترولر أتميجا 32، وفي ديب سويتش، وفي 8 ليدز، وفي 17 سيجمنت. طيب، الفكرة من الأبليكيشن ده إن أنا عندي 8 سويتشز، وعاوز أول ما أدوس على سويتش الباترن بتاع الليد، يعني الأنيميشن بتاع الليد ده يتغير طبقا لي السويتش اللي انا بشغله. فمثلا لو دوست على السويتش رقم واحد هيظهر لي على السيفن سيجمنت رقم السويتش اللي هو رقم واحد، وهلاقي ان الليدز ديت بتانيميت بطريقه معينه، مثلا فلاشينج، مثلا اللي هي بيج بونج، مثلا انكريمنت، شيفت رايت، شيفت ليفت، وهكذا. تعالى كده نشوف الانيميشن اللي عندنا. بسم الله. اول حاجه اهو رقم السويتش رقم واحد وبيعمل فلاشينج، ده اول انيميشن عندنا. تاني انيميشن اهو اللي هو بيعمل شيفت رايت. طيب تالت انيميشن اللي هو بيعمل شيفت ليفت. تمام، ولو لاحظت كده هتلاقي ان رقم السويتش بيتكتب على 7 سيجمنت. رابع انيميشن اللي هو بيعمل حاجه اسمها كونفرجنج تو ليد كونفرجنج، دولت اتنين ليد بيقربوا من بعض، ده اسمه كونفرجنج. طيب تعالى كده نعمل دايفرجنج، تباعد، تو ليد بيتباعدوا، تو ليد بيتباعدوا عن بعض. طيب طبعا هنا في حاجة غلط في الكود، ممكن نعدلها دلوقتي واحنا موجودين. ده كان السويتش رقم كام؟ الكونفرج الدايفرجنج بتاعي كان رقم 5. تعالى كده نشغله، رقم 5، سويتش رقم 5. طيب تمام، نوقف، نروح نغير الكلام ده في الكود. بس انا كنت بديبج حاجه. طيب طبعا فوق في الاخر سويتش رقم 5. هنشيل ديت. هنا كان في مشكله عندي، عشان كده انا كنت بديبج، ممكن اقول لكم عليها. لو انا خليت بدل signed 8 خليتها يو 8، يعني unsigned، وعملت ماينس ماينس، اللي بيحصل هنا ايه في الفول لوب؟ بيجي هنا في الفول لوب ويعمل حاجه غريبه قوي. ايه هي؟ اما يجي عند الزيرو في اخر iteration، تمام، هيتشيك. هو دلوقتي ايه؟ وصل عند الزيرو، هيتشيك، هينفذ، وبعد كده بي ايه؟ بيديكريمنت. طيب هالديكريمنت يبقى الاي دلوقتي بقى فيها كام؟ بقت سالب واحد. طب انت عاملها ايه؟ unsigned، لو انت خليتها مثلا يو 8 بالطريقه دي. فدلوقتي اليو 8 بقى فيها، يعني انت قايل للكومبايلر ان التايب ده هو unsigned، يعني بخزن فيه قيم موجبه مش قيم سالبه، وحطيت فيه سالب واحد. سالب واحد هو اصلا الكومبايلر بيعرفه كانه كام؟ كانه واحد في الاخر. فانت اكنك عملت رقم كبير جدا، فهتلاقي ان البيهيفير بتاعك بيختلف، لازم تخليها سايند. فما يجي تشيك المره الجايه هيلاقي ان الكونديشن بتاعك بترو، فالبيهيفير بتاعك هيكون مختلف جدا، لازم تخليها اي سايند. المهم خلينا نشيل دي، ملهاش لازمه. بص احنا ممكن نجربها دلوقتي، اوريك حاجه هتلاقي ان هو اصلا هيطبع هنا ايرور. ايوه، كنترول سيف، يعني بالمره نجرب اهو. ركز هنا في سويتش رقم 5، هيطبع رقم 5 عادي جدا. بص ايرور، حصل ايرور، يعني بعد ما هو ركز تاني حصل ايرور، هيطبع 3 2 1 0، وبعد كده بعد الزيرو لقى نفسه سالب واحد، طبع ايرور، حاجه دخلت للسيفن سيجمنت غلط، ده اللي احنا بنسميه ايرور. يبقى احنا كده عملنا ديبوج للكود. فهمنا المشكلة كانت في ايه؟ كانت في الداتا تايب نفسه. فلو خليناها كده سايند تاني ومسحنا الكلام ده، كنترول سيف، وهنا طبعا انا بطبع سويتش رقم 5، ماشي، كنترول سيف، بيلد، ونعيد تاني. ادي سويتش رقم 5، مفيش أي مشكلة. بعد كده هنقفل ونشوف الأنيميشن رقم 6، اللي هو الإنكريمنت، اللي هو اسمه سنيك إفكت.
بعد كده هنشوف السويتش رقم 7 اللي احنا بنسميه بينج بونج اللي هو ايه؟ بينج بونج، لعبة البينج بونج اللي انت بتضرب الكرة بالمضرب من ناحية تانية وتجيلك من الناحية دي، ده البينج بونج. اخر حاجة اللي هي ايه؟ رقم 8 الكونفرجنج اند دايفرجنج، اقفل يا وردة وفتح يا وردة، اقفل يا وردة وفتح يا وردة. اهو كده الابليكيشن بتاعنا، تعال نشوف الكود بسرعة. ادي الكود بتاعنا، ده التاسك رقم 2، ده التاسك رقم 2، دي الفريكونسي بتاعت السي بي يو بتاعي 8 ميجا هرتز. عملت انكلود الستاندرد لايبريز والبيت ماس والام دي اي او. طبعا هنا غلط، يعني كده انا خالفت اللايرد اركتكتشر بتاعتي اللي انا استدعيت ام كال. المفروض انا ابلكيشن استدعي الايه؟ الحال على طول، ما استدعيش الام كال، ولكن خليها مقبوله لحد ما دلوقتي. وادي الهال وادي السويتش وادي السيفن سيجمنت. وبعد كده عملت ديفاين دي شويه السويتشات اللي موجوده عندي من 1 لـ 8. وبعد كده الهاردوير كونكشنز بتاعه الليد من ليد 0 ليد 8، قلت لك بورت A من بين 0 لبين 7. وبعد كده برضو بالسويتش الهاردوير كونكشنز بتاعته من بورت C من بين 0 لبين 7. بعد كده عملت انيشلايز للليد اللي هي از ايه؟ از اوتبوت بين. وعملت انيشلايز للسيفن سيجمنت كلها برضو از اوتبوت بين. وعملت للسويتش از انبوت بين بس ايه؟ واكتفت البول اب ريزيستور. وبعد كده بقول له لو في سويتش اداس بوايل على 8 سويتشات، لو في منهم مثلا سويتش رقم 1 اداس، استنى 50 ملي سكند عشان تتغلب على مشكله الدي باونسنج. وبعد كده بتخش تاني بتشوف هل هو اداس ولا ما اداس. لو اداس بتعمل فلاشنج اللي هو الابلكيشن الاولاني، لو غير كده ما تعملش حاجه. بعد كده تشيك اسمه ده السويتش التاني، نفس الكلام هتستنى شويه وبعد كده هتعمل السويتش التاني وهكذا. تعال نشوف الفانكشن بتاعه الابلكيشن مود، بتاخد منك رقم السويتش، ولو كان سويتش رقم 1 هتعمل عمليه الفلاشنج اهو وتنور. لو كان السويتش رقم 2 هتنكريمنت شيفت رايت، هتعمل شيفت رايت اسف. فادي شيفت رايت كل شويه هات ايه بناية رقم 0، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 3 لغاية بناية رقم 7 او الليت 7. بعد كده شيفت انا اسف، ده كده شيفت، ده هنا شيفت رايت اول واحدة، ده هنا شيفت ليفت. ده الليفت. بعد كده الكونفرجنج اهو، ان انا بنور للداية رقم 4 مع للداية رقم 7، للداية رقم 0 مع للداية رقم 7 عشان اخليهم يتقاربوا مع بعض، ده اللي مفهوم كلمة converging ماشي. وبعد كده diverging للداية رقم 4 و 3، فمثلا 7 ناقص 3 هتديك للداية رقم 4 وللداية رقم 3، وبعد كده للداية رقم 5 وللداية رقم 2 وهكذا. البينج بونج بتعملها مرتين، فين دي البينج بونج افكت؟ اهي اللي انت بينج بونج افكت اهي بتعمل ايه هنا؟ من زيرو بكام؟ بس هنا بقى انت بتخلي القديم شغال مش بتطفيه، فمش بتعمل عملية الايه اللي انت بتطلع البورت زيرو، لأ. فهنا البناية رقم 1 شغالة، بعد الليد رقم 1، بعد كده الليد رقم 2، بعد كده 3 4، سنيك افكت ماشي. بعد كده الانكريمنت، ده انا اسف، ده مش بينج بونج، ده السنيك افكت، ده اهو كنترول اكس. ماشي يعني مش هتفرق في المسميات، احنا عارفين يعني الفكرة. كنا نقول ده ايه؟ 6 كنترول سي كنترول بي، خلي دي 7
واحد ده كنترول اكس كنترول بي وده 6 ماشي. ده الانكريمنت ده السنيك افكت وده البينج بونج. البينج بونج اللي هو هيعمل ايه؟ هيتحرك كده 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 وبعد كده يتحرك كده 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 اللي هو زي المضرب كده، بترمي الكوره بتاعت البينج ناحيه اليمين وبعد كده ناحيه الشمال. فانا دلوقتي هشغل ايه الليد رقم 1 وبعد كده اطفيها واشغل الليد رقم 2 وهكذا. بعد كده الناحيه الثانيه هعمل العكس. ماشي. اخر حاجه اللي هي الكونفرجنج والدايفرجنج اللي هو ايه، فتحها يا ورده واقفلها يا ورده. اهو الموضوع بتاعها بسيط جدا. ازاي بقى؟ على فكره انا عملتها عن طريق واحده بس. يعني ازاي؟ بص، من 0 ل 8 بدل ما اقول لك مثلا ايه من 0 ل 4، لا من 0 ل 8 على طول. ازاي؟ اهو اما يكون 0 يبقى 7، 7 وكام؟ 7 و 0. اما يكون مش عارف كام، تمام، لغايه ما نوصل لغايه الكام؟ ال 4. بعد ال 4 هيكون مثلا 7 ناقص 4 هيديك 3، 3 هنا و 4 تمام. بعد كده بقت 5 يبقى 2 و5 وهكذا. هترجع تاني يعني. في مشكلة في الكود؟ مفهوش مشكلة خالص ومفهوم والدنيا فيه لذيذة وبسيطة بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.